السلام عليكم. إن شاء الله هسه بهذا الفيديو راح نخلص شابتر 1 وراح نحل بروبلم اللي فيه خاصة بتختص بالريسبونس. يعني احنا راح نحل أسئلة وراح نحل أسئلة فيها ريسبونس عشان نعرف كيف نمشي بالشابتر الجاي إن شاء الله. طيب بروبلم 1.1 هو أبدأ أحله عشان بروبلم 1.2 لأن هم مع بعض. تمام، بيقول لي أوجد الناتشرال بيريود. Determine the natural period for the system in the figure. Assume the beam and spring supporting the weight W are massless. يعني بيقول لي إنه الكي هذا والكي هذا ما لهم ماس، يعني هذول بس سنبرك بدون ماس. يعني اعمل الماس نيجلكت. بس شو اللي بصير عندنا؟ نطلع على الماس تبعتي. مين الماس تبعتي؟ هاي هاي الماس تبعتي. نطلع عليها كيف مربوط؟ مربوطه في بيم من هون وفي سبرينج من هون وسبرينج من هون. اذا بتلاحظوا انه الثلاث شغلات المربوطه فيه ولا واحده ماشي بشكل تسلسل، فبالتالي هم على شكل بارالل مش سيريز. كيف يعني على شكل بارالل؟ يعني انا ال W او ال K effective بدها تكون حاصل جمعهم K و K نفس ال K، هم 2 K زائد ال K للبيم. هذا fixed beam. شو قلنا ال K تبعته؟ بدنا نحفظها 3 E I على ألتا K. فبالتالي هيك احنا حسبنا مين؟ ال K effective بده الناتشرال بيريود، يعني بده T. T اللي هي 2 باي على أوميجا. فبالتالي مين بجيب؟ أوميجا الناتشرال فريكوانسي واللي هي جذر الكي على ام. اي كي باخذ؟ باخذ كي اللي فوق زائد 3 اي اي على التا كي على ام. فبالتالي شو بدي اعمل هون؟ تضرب في الجاذبية. بس انا ايش بحط؟ قوس. تنسوش القوس، يعني انه حدين. طيب فهيك حسبنا مين؟ الاوميجا. فبالتالي الناتشرال بيريود تي بتساوي 1 2 باي على اوميجا. اوميجا اللي هي كامله. فهذا كان هو السؤال الاول. هي هون بتجوا على حله مباشره من السوليوشن مانيوال. هي بقول لي انه الفورس هي 3 اي اي على التا كيوب زائد 2 كي، طبعا لانه بارلل. هي كلهم بالبارلل، اليو راح تروح مع اليو، فبصفي الاشي اللي انا حكيته. هي تمام. طبعا انا هون حطيت ماس، هون مش قصدي ماس، انا قصدي فيها الدبليو اللي بالسؤال. لو ماس بشيل الجي طبعا. طيب حسبنا الفرع الاول. اذا ما بدي، يعني بدي بحب اخذ النيوميريكال فاليو اللي هي بدنا نمس الفرع الثاني. الفرع الثاني ذا فولوينج نيوميريكال فاليو ار جيفن ان ذا بروبلم 1.1. يعني نفرض المساله اللي فوق بدنا نحلها. بيقول لي الطول 100 انش، ال هاي ال 100 انش محوله جاهزه، معطيني الاي اي كامل جاهزه بالباوند اوكي، معطيني الدبليو بالباوند اوكي، والكي بالباوند لكل انش اوكي. يعني محول كل شيء جاهز، يعني ما فيش ولا تحويل. طيب بيقول لي if the weight has initial displacement u naught 1 inch محولة، initial velocity 20 inch لكل second محول، كل شيء محول. بيقول لي اوجد displacement والvelocity عند 1 second later. بس لما يقول لي اوجد السرعة والمسافة والى اخره، قصده في response، قصده في ال u، وكونه بده سرعة معناته بده u dot. فبالتالي انا شو بطبق؟ بطبق قانون ال response. u بتساوي قلنا a في كوساين اوميجا تي، و A قلنا عنها عبارة عن هي يو نوت في كوساين اوميجا تي زائد B واللي هو كان في نوت على اوميجا في ساين اوميجا تي. فهذا هو قانون الريسبونس ات اني تايم. هسا شو الفكرة؟ اعطاني الانيشال ديسبليسمنت، يعني اعطاني قال لي هاي واحد، وقال لي الانيشال فيلوسيتي اللي هي 20. فبالتالي شو ضل علي؟ هو بده هيك. انا شو عملت؟ هيك انا طلعت الريسبونس ات اني تايم. بضل علي احسب الاوميجا. هاي اوميجا مش دبليو. اوميجا بده اياها. اوميجا بشكل عام شو هي؟ هي بتعتمد على كي اللي قلنا عنها. اوميجا بتساوي جذر الكي في جي على دبليو. يلا الكي قال شو حكينا عنه؟ بيساوي 2 كي. معطيني الكي لحالها كم؟ 2000. 2 ضرب 2 لما هذول تعون السبرينج. قلنا زائد 3 اي اي. كم اي اي اعطاني اياها؟ جاهزه 10 قوه 8 في مش في مقسوم على ال تكعيب. كم ال تكعيب؟ 100 تكعيب. فهيك انا مين حسبت؟ حسبت الكي كي افكتيف اي كي ايكويفالنت قصدي 2 ضرب 2. ليش 2؟ لانه عندي 2 سبرينج انا، وجامع لانه حكينا عنه قبل شوي بالفرع الاول. بيطلع معي كي افكتيف 4300. فبالتالي الأوميجا بتساوي جذر الكي اللي هي 4300 ضرب 32.2 لأنها جاذبية،
وبدي احولها لفي لانش، فبضرب ب 12 مقسوم على مين؟ على الوزن. كم الوزن اعطاني اياه؟ 3000 باوند. طيب كم بطلع معي هذا؟ جذر 4300 ضرب 32 مو 2 ضرب 12 على 3000، بيطلع معي الأوميجا 23.53. فبالتالي مكان كل أوميجا هون شو بحط؟ 23.53، 23.53، وهون 23.53. طيب شو طلب مني بالمسألة؟ طلب مني وجد لي الـ displacement والـ velocity 1 second later. طيب الـ displacement هي قانون الـ displacement جاهز. شو بعمل؟ مكان الـ t بحط واحد، هاي واحد، يعني بضرب في واحد، بضرب في واحد. بحول الحاسب إلى راديان، بحول الحاسب إلى راديان، ما حولت إلى راديان على الفاضي، ما بطلع معي جواب. يلا اليو واحد في كوساين 23.53 في واحد زائد الـ 20 اللي هي الـ في نوت على أوميجا في ساين 23.53 في واحد، تطلع معي الريسبونس عبارة عن سالب 0.881. هاي خلينا نشوف الحل نتأكد منه، هاي 100% وعمل الريسبونس طلع معاه سالب 8.89. لو حطيتها بالدجري ما راح يطلع معك جواب. تمام، فهيك طلعنا مين؟ احنا طلعنا الريسبونس. هسه الفرق الثاني مين؟ بدي اوجد السرعه. هسه انت ممكن تكون حافظ قانون السرعه، ممكن انك تشتقه، يفضل انك تشتقه. هسه اليو كامله هي قلنا عنها يو نوت في ساين في كوساين اوميجا تي زائد في نوت اوميجا في ساين اوميجا تي. يلا هسه اليو دوت شو بدها تكون؟ اشتق، تصير سالب يو نوت ثابت، الأوميجا اللي جوا الكوساين بتطلع تصير أوميجا، والكوساين بصير ساين. ليش سالب؟ لأنه مشتقة الساين سالب كوساين، مشتقة الكوساين سالب ساين، ساين أوميجا تي زائد مشتقة الساين كوساين، وفي أوميجا بالنص بتنزل بتطلع برا، أوميجا على أوميجا بتروح تصير في نوت كوساين أوميجا تي. فبالتالي هاي الفيلوسيتي، الفيلوسيتي وين؟ at any time. يلا بحط القيم الانيشال اللي بدي اياها، هاي واحد والدبليو حسبناها قبل شوي 23.53، هاي واحد، هاي 23.53، هاي 20، وهاي 23.53، وهي واحد. فبطلع اليو دوت، بتطلع معي زي ما طلعت معاها، طبعا بتطلع معاها هالقد 22.66 انش لكل سكند. فهذا كان هو الفرع الاول، نتعلم كيف حساب الريسبونس. كان هدفي من حل هذا السؤال مش لا اوجد كي ولا غيره، لانه خلص الكي معروف في سيريز وبارلل. الفكره كانت عباره عن انه انت كيف تحسب الريسبونس وانك تحول الحاسبه للراديان. طيب بروبلم 1.3 نفس الفكره، بقول لي اوجد الناتشرال فريكونسي فور هوريزونتال ستيل موشن. بدي الناتشرال فريكونسي لمين؟ للماس اللي عندي هون. انا الدبليو عندي 50 كيبس، الدبليو 50 كيبس يعني 50,000 باوند. أنا بحب أحول كل شيء للباوند صراحة، 50,000. طبعا ما بدي أضرب بالطول زي السؤال اللي حليناه إكزامبل، لأنه أنا هاي مش كيبس لكل فيت، هي كيبس جاهزة، فما بضرب بالطول. يعني هاي إذا كانها مش ديستريبيوتد لود، كونسنتريتد لود. بس شو الفكرة من هاي المسألة؟ معطيني ثلاث أعمدة على الماس، يعني في عندي 3K، ولكن إنه هسا كان هم نفس الطول. في سؤال ذكر راح ناخذه قدام، راح يكون مش نفس الطول بس مش بهذا الشابتر، يعني هم نفس الطول، بس الفكرة انه هذول الاثنين بن، وهاي مالها فيكست. وتقول لي طبعا افرض انه الترابط بين الجيردر والكولوم عبارة عن ايش؟ انه فيكست انفينيتي ريجيد، يعني فيكست يعني ما في روتيشن. فبالتالي انا عندي عمودين عبارة عن بن فيكست تو، وعمود واحد عبارة عن فيكست فيكست. فالهدف من اني احسب الكي اكوفالنت. يلا الكي اكوفالنت شو بدها تكون؟ تساوي 2، لانه عندي بيمين كولومين قصدي، في 3 اي اي على ال تكعيب زائد عمود واحد 12 اي اي على ال تكعيب. تمام، هسا يلا بعوض الارقام. الاي اي قلنا الاي بنجيبها من مانيوال ستيل، هي 29000 كي اس اي او 29 في 10 قوه 3 او 30000 في 10 قوه 3 حسب شغل الكتاب بحل، يعني رح تكون موطى. والاي اللي هي هسا الكولوم هاف، وطبعا في سبب ثاني اني انا فصلتهم، لانه الكولوم هاف والكولوم هاف
هي دبليو 8 في 24، أما الكولوم هارت دبليو 10 في 33، فبيفرقوا عن بعض، فبالتالي ما لهم نفس الآي. كمان الطول 12 فيت، فأنا بخلي بضربه كمان في 12، فالطول عندي هون 144 تكعيب اللي 12 في 12، هون 144. والاي اي من خصائص الستيل فبطلع لك ايكوفالنت. هو شو طلب مني؟ الناتشرال فريكونسي، يعني بده الاوميجا وبده الاف. طيب سهله، الاوميجا جذر الكي ايكوفالنت اللي راح اطلعها من هناك مضروب في الجاذبيه على الوزن اللي هو 50,000، والاف اللي هي 1/t، يعني هي اوميجا على 2 باي. بس ما راح اعوض ارقام خلص، لانه مش ريسبونس ولا بده حاسبه ولا غيره. هيو هذا اي بروبلم 1.3، هاي بروبلم 1.3 قال 12 اي اي على ال تكعيب زائد 3 في 2، لانه 2 كولومز، فطلعت معي هالقد جذر الكي على ام. طبعا ضرب الجاذبيه، هي الجاذبيه ترى، وهي ال 50,000، فهي ايش؟ الفريكونسي. فزي ما قلت لكم، طيب بروبلم 1.5 نفس الفكرة، بدي اوجد لي ناتشرال فريكونسي فور ذا فيكست بيم للوزن كونسنتريتد دبليو. بقول لك ليك ذا ماس اوف ذا بيم، يعني ما في ماس للبيم، عندي بس ماس دبليو. طيب الفكرة كالتالي، انه انا عندي كي واحدة بس، واللي هي مين؟ كي للبيم. هذا البيم فيكست بيم، قديش الديفليكشن اله؟ كأنه ما خاب ظني الديفليكشن بي في ال تكعيب على 48 اي اي، كأنه. فإذا خليت هاي واحد وطلعت الفورس تطلع معي كي بتساوي 48 اي اي على ال تكعيب. اذا مش 48 كأنه 192، لأن ناسي قانون ديفليكشن صراحة. هو بروبلم 1.5، يعني 192، 192. هاي مش 48، 192. فهي هي الكي، هو بده ناتشرال فريكونسي، يعني بده انا اطلع اوميجا تساوي جذر الكي على ام في الجذب، او الدبليو في الجاذبية، والكي اللي هي هيها اللي فوق اللي هي 192 اي اي على التكي، كله بدلالة رموز ما في حل. فبالتالي بطلع الاف، بالتالي اللي هي الباي الاوميجا 2 باي. هيها بس هي الفكرة، انه تحله بدلالة رموز. بس بروبلم 1.6 بقول لي شو اسمه، حل السؤال بدلالة الأرقام. شو بقول له؟ بقول لي وجد determine the displacement of velocity و acceleration. displacement وال velocity وال acceleration. ها ال acceleration شيء جديد علينا، تمام. فشو الفكرة من المسألة؟ احنا طلعنا بالفرع اللي قبل ال effective ال k equivalent اللي هو هذا، لو نفسه كي وحده. هسه الفرع الثاني بده انا احله كدلاله ارقام. هسه انا مش هدفي كيف احله ارقام، قبل شوي حلينا كيف الريسبونس. يعني بنقول يو بتساوي يو نوت في كوساين اوميجا تي زائد في نوت على اوميجا في ساين اوميجا تي. قلنا هاي العادية اللي هي الديسبيسمنت او الريسبونس، فاليو نوت هي نص، الفي نوت 15، والاوميجا بحسبها كونه معي الطول ومعي الاي اي ومعي الدبليو، وبده اد 2 سكند ليتر، يعني بده يو الاثنين، يعني اعوض مكان الزمن اثنين. بس الفكرة ان الفيلوسيتي نشتق تكون عندي سالب يو نوت اوميجا ساين اوميجا تي زائد في نوت كوساين اوميجا تي. هسه اللي بعده اللي هي اليو دبل دوت اللي هي الاكسلريشن. شو بده يكون الاكسلريشن؟ اشتق كمان مرة، سالب يو نوت اوميجا، اوميجا تصير اوميجا تربيع كوساين اوميجا تي، سالب لان مشتق الكوساين سالب ساين، في نوت في اوميجا في ساين اوميجا تي. عوض مكان كل تي اثنين، عوض مكان كل تي اثنين مكان اوميجا حسب شو بطلعها من القانون تبعها، والفي نوت 15 واليو نوت نص، وهيك تخلص المسألة. طبعا الفرع الثاني بقول لي احسب انه حط معادلة الريسبونس اللي هي المعادلة هاي والمعادلة هاي والمعادلة هاي على الماتلاب، بحيث انه يرسم لك الرسمة، ومن الرسمة انت تطلع الماكسيموم ريسبونس، انه تطلع
الماكسيمم ريسبونس والماكسيمم فيلوسيتي والماكسيمم اكسلريشن. هسه ما راح اوصل لها الحكي ماتلاب وما ماتلاب، مش راح يجينا بالامتحان ماتلاب، الامتحان ورقي. فهي هي المشتقة، هذا هو القانون الاول، عوض بالراديان، عوض بالراديان لا تعوض بالديجري. هاي الفيلوسيتي الاقتران اللي احنا حكينا عنه، وهي الاكسلريشن. تمام، حاسة البنادول ما بحب بصراحة. عنا بروبلم 1.15، بس هذا يعني هي بس اللي بنراجع قوانين الديفليكشن او نفرق بين مصطلح كثير مهم. هذا حلينا زيه كثير، فيكست مع وزن، فطبعا هو بده ايش؟ بده ناتشرال فريكونسي بدلالة الدبليو والاي والاي والسوالف هاي. هذا نفس الاشي في عندي كتلة مربوطة، هاي سيريز، فالكي بتساوي كي اكوفلنت بتساوي كي للبيم مضروب في الكي اللي معي بالمسألة على كي للبيم زائد كي. كي للبيم شو بدها تكون؟ 3 اي اي على التكعيب، 3 اي اي على التكعيب، خلصنا منها. هاي اوكي، هذا في عندي سمبل بيم مربوط في شكل سيريز، هيو هاي كي ومربوط الكي بنفس الوقت مع البيم، فبالتالي هاي سيريز كمان. مربوط وزن في كي في بيم، البيم هذا سمبل بيم، اللود في المنتصف قديش ديفليكشن له؟ اللي هو بي التكعيب على 48 اي اي، 48 اي اي كأنه. دقيقة شوف، هذا الأول طبعا، الثاني 48 اي اي 100%، ولانهم سيريز ربطتهم زي هيك، وبعدين برتب المعادله بدلت الفريكونسي. احنا ما راح يجي ثلاث رموز، يعني بالنهايه بدك تحلها كارقام. هسه الفريق الثالث والرابع هم نفس الاشي، بس الفرق بينهم انه هذا عندي كي وحده واللي هي كي للبيم، والثاني هي نفس الاشي بس بدل كي للبيم لحالها بزيد لها السيريز اللي هي ايش؟ كي للزنبرك. هذا الفكره. شو قانون ديفليكشن له؟ قانون ديفليكشن له في حاله اي اكبر من بي، في حاله اي اكبر من بي هي كم؟ اللي هو هذا القانون، دلتا بشكل عام بي اي تربيع في بي تربيع على 3 اي اي، فبالتالي الكي بتكون عبارة عن 3 اي اي على ال في اي تربيع في بي تربيع. هاي كي للبيم هسه، فهاي لمين بتكون؟ للفرع سي. للفرع دي بحط ايش؟ كي العادية اللي هي كي، بعملهم سيريز، يعني كي في كي بيم على كي زائد كي في، هاي كي ايكوفلنت، وبطبق طبيعي. بس خلصت المسائل، المسائل هاي يعني خلاها مش سهل، واصلا ما لها حل بالمانيوال. بس طيب يعني هاي فكرتي المسألة، انه هذا بدي يعني احسب نفس الشيء الناتشرال فريكونسي، بس عندي انترنال هنج واني اقسم بيمين وديفليكشن وغيره، فموضوع شوي صعب يعني، ومش راح نحسب، نقدر نحسب ديفليكشن دلالة رموز، فصعب شوي علينا يعني، ما بيجزي هيك بالامتحان ان شاء الله. وبالتوفيق للجميع. هيك الشابتر الأول انتهى، إن شاء الله الفيديوهات القادمة راح تكون عن damped single degree of freedom without harmonic loading، يعني لسه free vibration بدون مع damping، ولكن مع damping طبعا هم ما فرق كثير يعني، بس بزيت هالإشي البسيط، وبنحكي عنه إن شاء الله بس نيجي نحل. بالتوفيق.